اوكي، مرحبا، معكم راني، عم نتابع بترجمة كتاب تعلم لغة الإكسير، إكسير ليرنينج إكسير. طيب هلا صرنا في تسمية العمليات نيمينج بروسيسز. اوكي، هلا كنا آخر مرة عرفنا كيف نحفظ نحفظ داتا بداخل العملية، اوكي، ونغير عليها ونضيف عليها كمان. هلا هون بدنا نسمي العمليات. اوكي، ف بعد هالفترة كلها من استعمال ارقام العمليات، المطلب انه يكون في رفرنس، في مرجع، او في مرجع لرقم العملية. اوكي، يعني في رفرنس، في بروس اي دي رفرنس. اوكي، في عندنا مرجع او اسم لرقم العملية، واللي هو بصير انك تستعمل الاي دي، هذا كتير صعب. اوكي، فلذلك في آلية ابسط حتى واحد ينادي او يصير يستدل عليها العملية، بس بده الواحد في عنده الرغبة، فهو تسجيل العمليات. اوكي، فبدلا من استعمال رقم العملية بروس اي دي حتى الواحد ينادي على العملية بده اياها، فينا نحن نسجل اتوم، اوكي، حتى يستعمل للبروس اي دي. اوكي، فبنستعمل فانكشن بالاخر هو بروسس ريجستر، بياخذ قيمتين هذا. اوكي، فمثلا لما عملنا كي في ستارت لينك بال شو اسمه بهون فوق، اوكي، مع تعديل على العمليات، فسميناها بي اي دي. هلا فينا نحن نسمي البروسس، بدنا نستعمل هذا المتغير طول الوقت، فينا نستعمل الطريقه هاي بروسس اي دي، بروسس ريجستر بي اي دي، بنسمي له الكي بي. اوكي، نحن عم نحفظ الاي بي اي دي. هلا انا بالنسبه لي يعني مش هالفرق كتير، بس انه هيك بضل محافظ على هاي العمليه، يمكن هو بالنسبه له بصير تنجاب زي ما عم بفهم مبدئيا، انه بصير تنحفظ على مستوى البرنامج ككل. اوكي، مش بس بمطرحه معينه. اوكي، ففينا نستعمل بعدين هذا، ففينا نقول process id start link مثلا. اوكي، وفينا بعدين نقول process dot register اللي هو ال PID، وبنسميها بنحطها مع مثلا KV. طيب هيك ريجستر. هلا بدنا نشوف بروسس، خلينا نجرب واحدة من الفانكشنز ما دام طلعوا لنا ريجسترد. KV A0. اوكي، زيرو هذا مش لازم ياخذ. اوكي، اوكي، هذا بيعطيك لستة الكي في، هي بروسيس ريجسترد بيعطيك لستة العمليات اللي مسجلة، ففي بيناتهم هي نزلنا الكي في. اوكي، لو عملنا مثلا ستارت وحدة تانية كمان نفس القصة، كان نزلها. تمام، فهي ريجسترد، انا ما انتبهت الصفر هون. تمام، فهلا فينا نصير نبعت للكي في، اوكي، الداتا اللي بدنا اياها. اوكي، بس من الكي في دغري بدون البي اي دي. تمام، هلا ما هي مش هالفرق بالنسبة لي يعني، شو. اوكي، وبعدين الفلاش اكيد حتطبع النتيجة. اوكي، كمان فلاش ثانية. اوكي، شو هلا بدي اطول الداتا ك ال A، بحطها بعبيها بال KV كمان، وبقول له فلاش ثانية بطبعها. اوكي، عم بزلبها من هذا اللستة. اوكي، لانه دخلها وشالها، او حصل عليها، مش دخلها وشالها، ما شالها، ما محها، هو حصل عليها بس. تمام،
وعندنا البروسس موديول. اوكي فنحن استعملنا عدة فانكشنز اساسا من البروسس موديول. في الاخير في عندنا البروسس الايف، بروسس ريجستر، بس في بس لازم بس في كتير فانكشنز مهمين بالبروسس موديول. عم بقول لك انه خد فكرة عنه. طب حتى انا اخد فكرة عنه. تمام، هاي بروسس دوت. اوكي فهدول هن. ففي مثلا الايف، في ذا مونيتور، في فلاج، في جيت كيز، في هايبرنيت. اوكي هايبرنيت يعني وقفها هيك مؤقتا ونيمها. تمام، الاكزيت شفناها. الاكزيت بتطفي البروسس مثلا. اوكي سبون شفناها هون. ريجستر وان ريجستر، يعني هون عبينا هلا مثلا بروسس ان ريجستر. اوكي الكي في خلص ترو. هلا لما تيجي ابعت انا على السند هذا حيقول لك هذه ما في عندي بروسس يا مسجله. اذا نشوف بروسس جيت كيز شو بتعمل. اوكي هاي المفاتيح، في عندنا الاي اكس هيستوري، في عندنا الايفالويتر. اوكي طيب كول فينا. بلكي ما سجل. بي اي دي من جديد. هلا اذا قلنا له خلينا بس نشوف الهيلب تبع بروسس دوت ديليت. اوكي بيمحي مفتاح من البروسس ديكشنري. اوكي فبروسس دوت بوت. اوكي كومنتس كومنت اذر كومنتس ديليت كومنتس. اوكي ما بعرف، المهم اي بروسس انه شو قصده بيمحي هذا المفتاح. طيب سليب شفناها بنيمها. اوكي بتوقف العملية شوي، بتنيمها لوقت معين. اوكي فبتحط قد ما بدك ميكرو سكند، بتنيمها وبعدين بتشغلها. اوكي يعني بدك تشوفوهم تقروا الهاد تبعهم. اوكي انا ما راح افوت فيهم كلهم. طيب فهيك بنسمي العمليات. اوكي بصير نعمل رفرنس من طريق الاسم المسجل. اوكي بس نستعمل اتوم هذا. اوكي حتى نرجع لها بكل الرسائل. تمام سلام.